أهلا بكم من جديد السيدات والسادة، ونتابع مع حضراتكم هذا الحوار عن هذه البقعة الغالية علينا أجمعين، وهي سيناء. هذا الاسم الذي عندما تسمعه تشعر بحماسة ووطنية يعني بشكل عميق، وخاصة أن هذه الأرض دافع عنها الأجداد ولم يزل يدافع عنها أيضا حتى الأبناء، ويستمر فيها ويدافع عنها الأحفاد، لأنها بالفعل ستظل دائما محط اهتمام كل المعتدين. لكن بخضرة المولى سبحانه وتعالى، ثم بفضل جيشها العظيم وتماسك شعبها الكريم، ستظل دائما سيناء في قلوب كل المصريين بما تقدمه الدولة من تنمية على المجالات المختلفة. وهنتابع في إطار التنمية دلوقتي مع ضيفي الأستاذ أشرف البربري، يعني ممكن نستعرض معك أستاذ أشرف من خلال هذا البحث عن أهم المشروعات التي تمت في سيناء. وتعتبر سيناء بعد أن كانت سيناء بقعة خطرة صعب اللجوء إليها، بهذه المشروعات التنموية الشاملة والواسعة إن شاء الله ستصبح بإرادة المصريين جزء لا يتجزأ من مصرنا العظيم. وكان لمصر، لا هي مش ستصبح، هي فعلا جزء لا يتجزأ، بدأت. لا أنا بتكلم عن المشروعات، يعني في وسائل نقل وفي بالضبط هتبقى مكان جاذب للمصريين اكثر من السياحه. نعم تمام، بسبب هذه المشروعات التنمويه. صحيح، وفي مجموعه من المشروعات كمان عند حضرتك عظيمه هتذكرها. طبعا هو كان لمصر خياران، الاول هو القضاء على الارهاب اللي كان موجود في سيناء، ثم البدء في المشروعات التنموية. الخيار الثاني وهو كان الخيار الأصعب الذي اتخذته مصر، وهو مشيا بالتوازي، القضاء على الإرهاب بجانب المشروعات التنموية. وقد تم وأجاب السيد رئيس الوزراء عن السؤال الذي طرح في جهاز الذكاء الاصطناعي عن وصف جهود الدولة التي تمت على مدار 8 سنوات في سيناء، وكانت الإجابة باللغة الإنجليزية في كلمة واحدة هي expensive، وتعني تنمية متسعة وشاملة. واستعرض السيد رئيس الوزراء بعض المشروعات مثل الربط البري، حيث تم إنشاء 5 أنفاق جديدة بجانب نفق الشهيد أحمد حمدي، وكذلك إضافة 7 كباري عائمة بتكلفة 1 مليار جنيه، وتطوير 3000 كيلومتر طرق بسيناء. وقد تستمر هذه المشروعات فترة كبيرة سيتم الانتهاء عنها. وهذه الأنفاق سهلت العبور إلى سيناء، بالإضافة إلى أنه من ضمن هذه المشروعات ربط سيناء مع العالم من خلال إنشاء ازدواج الممر الملاحي لقناة السويس، وتطوير المطارات، وإنشاء 5 مواني بحرية وجافة بتكلفة تصل إلى حوالي 44 مليار جنيه. منها ميناء العريش وطابة وبورسعيد وميناء القنطرة وميناء نويبع، الذي وصلت تكلفته إلى حوالي 4 مليار جنيه. بالنسبة لقطاع الشرب، أيضا شهد قطاع الشرب بتنفيذ مشروعات بحوالي 52 مشروع على مستوى سيناء، وبتكلفة حوالي 15 مليار جنيه. بالنسبة أيضا لمياه الشرب، مياه الشرب تم إنشاء حوالي 12 محطة تحلية. بالنسبة للصرف أيضا تم إنشاء حوالي 25 مشروع بتكلفة 4 مليار جنيه. وكذلك الكهرباء، أضافت الدولة حوالي 420 ميجا وات للقدرات الكهربائية بسيناء، إضافة إلى البترول واكتشاف العديد من الحقول وتنفيذ الاستثمارات. كذلك نلاحظ أيضا أن الأزهر الشريف له بصمة في كل شيء، حيث أن هناك بالنسبة لجنوب سيناء
يوجد إدارة مركزية كاملة بجنوب سيناء، ويوجد العديد من المعاهد الأزهرية منها من بدءا من المرحلة الابتدائية مرورا بالإعدادية ثم الثانوية، وبالإضافة إلى بعض الكليات الموجودة بجنوب سيناء. ولابد أن ننوه أن على جميع الشعب المصري كافة أن يضع سيناء نصب أعينه، لأنها بمشيئة الرحمن تصل مساحتها إلى حوالي زي ما ذكرنا سابقا مساحة كبيرة جدا طبعاً. وبها العديد من الاستثمارات والنباتات الطبية والمعادن وكذلك. كلام هائل جدا. وعايز أقول كمان أن حتى على ذكر يعني مشيخة الأزهر الشريف، أن حتى التجربة الأخيرة اللي قام بها الأزهر في الفترة الأخيرة وهي رواق الأزهر تمام. يعني هذه التجربة تستحق التقدير وتستحق التحية بالفعل للإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب، على أن يعني من يبتغي أن يتعلم العلوم الشرعية أو عفوا القرآن الكريم والعقائد والحديث إلى آخره، فعليه أن يلتحق برواق الأزهر الشريف. ويعني لكن هناك تفاصيل في هذا الموضوع كثيرة، وده موجود في كل منطقة أزهرية هذا الرواق، واعتقد هنا في أسوان في معهد الإمام متولي الشعراوي. لكن على كل الأحوال ده شيء مهم جدا. نعم، الرواق منتشر على في جميع أنحاء الجمهورية وفي كذلك المراكز، ليس المحافظات فقط. لا يعني بتكلم على المعهد اللي هنا في المدينة. نعم. معهد الإمام الشعراوي مش كده؟ أيوة بالفعل. ولا في معهد أخرى؟ في معهد الشيخ محمد متولي الشعراوي بالنسبة لأسوان. أيوة. وفي كومومبو. مظبوط، في كل مركز. في كل مركز. ودي تجربة جميلة. تجربة جميلة جدا، وشجعت كثير من الأطفال على دراسة. بتكون صباحية ولا مسائية؟ مسائية. ما أنا مش عارف أدخل في الأسئلة دي، ربما يبقى الموضوع انت بعيد عني شويه. لا هي الدراسه بتكون مسائيه بدءا من حوالي الساعه 3 عصرا. ممتاز. وده على فكره اطفال وكبار. بالضبط، هي مراحل مختلفه. مستويات مختلفه، بدانا من 4 سنوات 5 6 وهكذا. ممتاز. وبتكون بعد الدراسه، لربما ان في طلبه كتير بعد ما بيخلص الدراسه بتاعته فبيروح الرواق الازهري. طبعا هو يعني من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فهو يعني يروح يتعلم. اضافه كمان الى فضيله الامام، يجري مسابقات كثيرة ودورية بالنسبة لحفظة القرآن الكريم. نعم، يعني أتصور إنه ده موضوع. تحب تضيف حاجة في الأخير أستاذ أشرف؟ شكرا جزيلا. نتمنى للشعب المصري جميعا الخير والدائم. نعم. وماذا تقول لأهل سيناء؟ طبتم وطاب مساؤكم وطاب سعيكم، وبمشيئة الرحمن ستصبحون أفضل وأعظم شعب على وجه الأرض بمشيئة الرحمن. أنا أعتقد أغلب يعني من تخرج في جامعة الأزهر الشريف، حضرتك خريج الأزهر الشريف مش كده؟ خريج أزهر. فيعني أغلبهم يعني يخلدون الشعر. يعني حضرتك بتكتب شعرا ولا؟ لا، حسيت كده يعني ولا ده إحساس صحيح؟ أنا بحب الشعر. متذوق يعني. متذوق. نعم، لكن التجربة الأخيرة وما تتابعه من تنمية في سيناء، أعتقد ده بيخلينا يعني فعلا بدأت الناس تشعر بقيمة المنجزات التي تمت في الفترة الأخيرة. نعم نعم إن شاء الله. وعلى فكرة دي تنمويات، مشروعات تنموية بالغة، يعني زي ما بنشوف أرقام خيالية بالمليارات، وإن شاء الله ستعود بالخير على مصر وشعب مصر العظيم. هل لديك أي إضافة تحب تضيفها في هذا الحوار؟ شكرا جزيلا. سيدات والسادة، في الختام أتقدم لحضراتكم بخالص التحية والتقدير، أشكر الزملاء الفريق التقني والهندسي والزملاء بغرفة الكنترول، وهذه تحيات زميلي عطا القاضي الذي عد هذه الليلة من شارع الجنوب، والشكر موصول لزميل مصطفى بسطاوي مدير التصوير، وللزميلين المخرجين خالد فرح وإسماعيل عرفان. وتحدثنا في موضوع من الموضوعات المهمة جدا عن اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتعمير وتنمية سيناء، لأنه فعلا هذا الموضوع هو حديث الساعة، وخاصة عندما تابعنا في الفترة الأخيرة ما تحدث فيه السيد رئيس الجمهورية وأيضا السيد رئيس مجلس الوزراء، وعندما التقى الرئيس بأهل سيناء.
تذكر تعبيرا يعني يجب ألا نقول شعب سيناء، لأن سيناء هي بالفعل جزء وركن ركين في الدولة المصرية، وسالت دماء المصريين على هذه الأرض الطاهرة من أجل استعادتها، وتظل سيناء دائما في العقل الجمعي والضمير الجمعي. والتنمية الجارية الآن في سيناء مشروعات رائعة جدا في مجالات متعددة، في قطاعات التعدين، في قطاعات الطرق ومحاور التنمية المختلفة، في القطاع الزراعي، في تحلية مياه الشرب، بالإضافة السيناوية في لقائهم مع رئيس الجمهورية. التكريم وصل إلى كل من قدم يد العون إلى هذا البلد الكريم، وحتى القيادة السياسية يعني اختارت قيادتين متميزتين لإدارة شمال سيناء وجنوب سيناء، اللواء عبد الفضيل شوشة محافظا لشمال سيناء، وهو له علاقة عميقة وتاريخ كبير مع محافظة شمال سيناء، وأيضا في جنوب سيناء اللواء خالد فودة. وربما دائما ما يتركز الحديث عن جنوب سيناء بمنتجعاتها السياحية الكبيرة والفاخرة، لكن أيضا شمال سيناء بها عدد كبير من المنتجعات السياحية، والتنمية تدور في المحورين، في قطاعات التعليم، في قطاعات الصحة، في القطاعات الاجتماعية المختلفة. فأهل سيناء هم بالفعل أعزاء وهم في القلب دائما، وسيناء أرض غالية على كل المصريين، ودائما نتمنى لكل أهلنا في سيناء كل الخير، ولسيناء كل التقدم وكل التنمية وكل الازدهار وكل النجاحات، ولمصر بشكل عام تظل دائما يعني في أمن وسلام. بس حابب أختتم في الختام أن سيناء دائما هي محط اهتمام للأسف الشديد المتربصين بها وكل الأعداء على مدار التاريخ، ولازلنا حتى نكافح الإرهاب في هذه المنطقة، واستطاعت الدولة المصرية واستطاع جيشنا الباسل وأيضا الشرطة المصرية وكفاح المصريين أن يكون دائما يعني حائط صد ضد كل من تسول له نفسه أن يعتدي على مصر بشكل عام وعلى سيناء بشكل خاص، فدائما سنكون شوكة في حلق كل المتربصين بهذا الوطن الغالي، وستظل مصر دائما في ازدهار بإذن الله إلى أبد الأبدين. في الختام لكم تحياتي خالد سيد النوبي، من أصول لكم الحب كله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.